بالنسبة للنساء الشرق الأوسط والعرب والآسيويين انقطاع الدورة من 40 إلى 45، هاي الدراسة على الأغلبية، بس أكو لسه حالات مثلا ما تقطعهم إلا للخمسين. لما تنقطع الدورة ينقص أو ينعدم تقريبا أو ينفرز بكميات قليلة هرمون اسمه الإستروجين اللي يفرز المبايض وهو حياة المرأة بيقولوا. لما ينقطع هذا الهرمون إلى تأثير على الأوعية الدموية أو على الدورة الدموية، أم عباس تقول تجيها هبات سخنة وتعرق، هذا من انقطاع الدورة ونتيجة انقطاع الإستروجين. اللي أنصح به أنه أول سنة هي الصعبة بالنسبة للسيدة، تتغلب عليها هذا التعرق اللي يصير عندها، خلي تقوم تغسل وجهها، تمسح رقبتها بفوطه من شفا، تحط باودر وتلبس لها فستان نوم ثاني بدون العرق، وخليها تتحمل هذا بدون اي علاج. وهي الاعراض حتخف نوعا ما. وتخف وتتعود عليها المراه، راح تتعود. بالسنه الاولى تجي اكثر متقاربه. يعني الاعراض بتكون متقاربه. طيب دكتوره، حنأجل سؤال التكيس عن عن الموبايل. يمكن معنا زينه. مساء الخير. زينه مساء الخير. زينه مرحبا علي. هلا حبيبتي، تفضلي دكتوره معك. تفضلي يا زينه. مرحبا. مرحبا دكتوره. هلا مرحبا. اني مختصر يقول لنا الاخ. أنا بدون زحمة، أنا كنت قبل كنت بنية قبل الدورة كانت تجيني ما مضبوطة، ولحد الدورة تتطلبت الدورة ما تجيني مضبوطة. يعني شلون ما مضبوطة؟ يعني ما تجيني كل شهر، ما تجيني مضبوطة مواعيدها، تتأخر مرات، ما تجيني شهرين ما تجيني. ما كانت مزاجها، راجعت دكتورة مرتين لما انفصلت من زوجي، بعد ما راجعت الدكتورة ضليت عادي قاعدة بالبيت. وما صار عندي طفل لأن زوجي كان ما يصير عنده. انفصلت من عنده لحد هسه، هل يعني الدورة ما تجيني مضبوطة؟ بس قولي لي ايش قد تتأخر أو ايش قد تقدم؟ تأخر مرات ظل شهرين 40 يوم أكثر ما تجيني. إذا جدتي تقدم تقدم مرات؟ ما تجيني ثلاث أيام أربعة وتخلص. يعني ما تجيني مضبوطة. لا، إذا جدتي ثلاث أيام أربعة والعفو منك كميات الدم طبيعية، لا تقلقين، لأن الدورات الطبية يعني المعروفة أنه أول يوم تعلم الدورة، ثاني يوم وثالث يوم الدم الأحمر، رابع وخامس البني، فهاي الدورة الطبيعية. لا تقولي لي دورة تريدين خمسة ستة أيام أسبوع، أبدا، لا تعرضين نفسك لفقر الدم. عرفتي بنتي؟ وش قد عمرك أسألك لو سمحتي؟ سوري على السؤال ثقيل شوية. 25. عمري 25 سنة. 25 بعدك صغيرة يا الله. رحتي طبيبة راجعتي؟ تزوجت عمري 20 سنة وانفصلت عن زوجي عمري 22 سنة. راجعتي بنتي، سووا لي تحليل هرمونات، سووا لي سونار للمبايض، بدنا نشوف شنو السبب. لا لا، ما سويت، ما رحت، ما سوت لي الدكتوره. هيك شوفي حبيبتي، روحي لها وسلمي عليها، خامس يوم الدوره او سادس يوم قولي لها دكتوره سوي لي تحليل الدم للهرمونات، تعرف هي اي هرمونات اللي احنا نقصدها، الهرمونات الانثويه. ها بنتي، وخلي تسوي لك سونار هم خامس او سادس الدوره، اوكي، حتى نشوف اذا اكو تكيس مبايض ولا لا. وبعدين حسب الحاله راح تتعالجين، واني راح ينطوك تليفوني حتى تتصلين بي وانطيك اكثر تفاصيل. اوكي اوكي ان شاء الله دكتوره. يمكن معنا هلا تليفون جديد. نادين من بغداد، مساء الخير. نادين انت على الهواء، تفضلي. الو مرحبا نادين. نادين بليز وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون ومختصر لو سمحتي. الو ممكن احكي؟
دكتوره؟ دي يلا حبيبي انا الدكتوره وشويه اسرعي. دكتوره انا صار لي سنه وشهر متزوجه. اي. ومشكلتك شنو ما حملتي؟ وما صار عندي حمل، راجعت الدكتوره ماشي. اي. نعم. اي ايش قالت لك؟ شوفي شوفي على مود شويه على مود الوقت هنا بالاستديو اريدك تسوين اشعه قنوات فالوب لان التخصيب البويضه تصير قنوات فالوب اقدر اوريها شوفي هاي الصوره دا تشوفيها قدامك دا اشر عليها بنتي شوفي هذا الابيض المثلث هو الرحم وهذا الاسود اللي مثله مثل الأصابع هو قنوات فالوب وهذا الأصفر هو المبيض فالبويضة تطلع من المبيض تأخذها قنوات فالوب هنا تتخصب بالثلث الخارجي الحيمن يجي منا ويسافر يجي يلاقيها هنا فهاي الأشعة جدا مهمة إلك سويها وتروحي للطبيبة تسوي لك سونار اليوم الرابع عشر أو الثالث عشر من بداية الدورة حتى تشوف عندك إباضة طبيعية ولا لا زين نمو البويضة كبرها حجمها هاي كلها لازم تعطيك إياها الدكتورة ها عني؟ أوكي طيب. شكرا لك نادين دكتورة بس إذا فيكي قبل ما يجي تليفون نحكي عن التكيس اللي سألونا عنه تكيس المبايض هي حالة من الحالات اللي موجودة ودا تنوجد هنا بصورة كثيرة نعم كملي دكتورة عم بسألك أوكي التكيس عبارة عن أنه المبيض تحت الغلاف الخارجي مال المبيض به كبسولة محيطة به يعني لو تشوفين هاي هي كبسولة المبيض هذا المبيض الأصفر وهذا الحافة الخارجية هي الكبسولة تكيس المبايض يصير عبارة عن تكيسات صغار يعني هيك مثل الدوائر السوداء هنا تحت هذا تنزرع كأنها مرسومة بالقلم الكبسولة أو الغلاف الخارجي مال المبيض بحالة التكيس يصير غليظ وقوي يعني البويضة بقدرة الله لما تطلع من المبيض الطبيعي تشق الغلاف الخارجي وتطلع بينما هنا يجوز تصير إباضة بس ما تقدر البويضة تخترق الكبسولة لأن قوية لهذا الحمل يتأخر عند اللي عندهم تكيس هذول يحتاجون مساعدة مع التكيس هذا مرات اضطراب هرموني يصير خصوصا الهرمون الذكري قسم يطلع شعر بوجههم لو تلاحظين او قسم يطلع حبوب بوجههم مع الشعر الشعر يكون بالوجه حول حلمة الثدي بالبطن نوعيته تكون غليظة من مثل نوع شعر الرجال هذا كله يتعالج حسب ما نشوف بتحليل الدم الكامل للهرمونات اللي عندها السيدة والآنسة اللي عندها تكيس بالمبايض طيب دكتورة بالغالب شو نسب الحمل بعد علاج التكيس نسبة الحمل نسبة الحمل واردة بس انه تحتاج السيدة أبر للتنشيط تبدي أولا بأسهل شيء اللي هي حبوب التنشيط يسموها الكلوميد هنا ننطي هي مثلا نبدي من ثاني يوم الدورة نبدي بحبة وحبتين وثلاثة أقصى شيء ثلاث حبات باليوم لمدة خمسة أيام ونجيبها اليوم الثالث عشر والرابع عشر نشوف تكوين البويضة عندها إذا شفنا بويضة متكونة ننطيها إبرة التفجير يسموها اللي هي حتكون اليوم الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر ومرات نعطيها اليوم الواحد والعشرين كذلك نعم هذا طيب دكتورة وبالغالب النسب ممكن تصل لأربعين خمسين بالمئة يعتمد على الاستجابة للعلاج نعم طيب حناخد فرح من تكريت فرح مساء الخير دكتورة معك تفضل ألو ايه فرح دكتورة معك تفضل فرح مساء الخير مساء الخير كيف حالك يا فرح؟ ايه فرح شو سؤالك؟ يلا حبيبتي قول اسرع بالسؤال والله الحمد لله هلا بيك قولي بنتي عندي سؤالين نعم سؤالين ايوه اسمي شو اسمه؟ انا اول متشت بنية كنت ادخن تدخنين ايوه
وهسه تزوجت وما عندي بنات، فهل يأثر التدخين على الحمل؟ كم عمرك يا نور؟ عمري 85. 5 85 يعني عمره شي 26 27 ثلاثة. ايوه هم بيعقم زوجك بيعقم يعني عقم نهائي بزوجك العقم يعني نهائيا ما عنده حيامن ولا عنده وما تتحرك ولا ضعيف نسبته ضعيفه اي هذول اللي عندهم حيامن ونسبتهم ضعيفه واكو حركه راح يعني اعالج بس ما ادري دكتوره جدا اكو امل لا تقطعين الامل وانت بعدك بالعشرينات يعني بعمر الانجاب اللي النشط فانت دكتوره بس اشوف هل التدخين يعني مضر بالصحة؟ شوفي التدخين مضر بالصحة من كل ناحية مو بس إلك أنت تريدين حمل صحتك بصورة عامة ضغطك بصورة عامة الجهاز التنفسي وكله وحطي ببالك أنه إذا حملتي نهائيا تقطعين من التدخين فأبدي من الآن انقطع من التدخين بالتدريج حتى تقدرين تتغلبين عليه بنتي ولكن دكتورة في اكتبار دكتورة أنا هم أدخن وهو رجل يدخن فيعني بس أشوف هل التدخين يعني مضر بالصحة؟ اثنينكم والله مو زين اثنينكم مو زين التدخين يا بنتي لا انت ولا زوجك بكره يصير عندكم جنين تدخنين لو حتى لو دخنتي بمكان ثاني راح الدخان ينتشر والبيبي راح يتنفسه ومو زين فاثنينكم اثنينكم حاولوا تنقطعون عن التدخين واحسن مساعده لك انه تسوين الحقن المجهري حتى تحملين أي أكو مراكز مختصة أكيد يعني هناك وتروحين الله يعافيك وتعرضين حالتك وحالة زوجك تطلبين الحقن المجهري ينطيك نسبة عالية من الحمل هذا بحالة زوجك أوكي ومن الله التوفيق إن شاء الله أوكي طيب دكتورة الحقيقة كان عنا يعني كتير أسئلة بس الوقت ما أسعفنا كل على الأسئلة يعني صرفنا الوقت حتى أيه. نحاول بس شو السؤال بالضبط اوكي تحديد بما انه مشكله العائله كلها شوف تحديد جنس الجنين حيكون 100% من الزوج من الزوج من الرجل يا رجال اسمعوا هالقصة المراه بريئه 100% اقول لك ليش انا شوف هاي بالجاليري عم يسألوا لحتى إذا المشاهدين ما عم يسمعوا الزوج يحمل نوعين من الحيامن ذكرية وأنثوية زين إذا جاء الحيمن الذكري لقح البويضة الأنثوية راح يصير الجنين ذكر وإذا الأنثوي لقح الأنثوية حتجي بنوتة فأنت ايش تختار أنت حر ما في احلى من البنات اي والله وبعدين ما لها اي دخل الزوجه مو تجيب اربع بنات ولا ثلاثه ويروح يدور حرمه اخرى حتى تجيب له اولاد نحن عم نصحهم حتى ما يتعذبون بالضبط شكرا كثير دكتوره وداد البدري الاخصائيه النسائيه والتوليد من جامعه دبلن والجامعه الملكيه الايرلنديه شكرا على كل النصائح شكرا لك وشكرا للشرقيه وكادر الشرقيه والقائمين عليها الله يوفقكم دائما ان شاء الله دكتوره تسلمي نورتي مرحبا بك حبيبتي مرحبا